الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة معانا جهاز جاك سات زي ما شايفين كده، تلات تلاتات اهو، قاطع إشارة، جايب الأرقام، جايب القايمة، بس مفيش إشارة، عمال يقول لي قاطع إشارة. طبعا أول حاجة هنبدأها دايرة الباور، هنشوف الجهود طالعة صح ولا لا. أول حاجة هنبدأ بيها بسم الله الرحمن الرحيم كده، نحط المؤشر على 200 ونقيس بسم الله 23.3، 12 سليم، 3.2 سليم، كده 100 100. هنقيس كده على ايه؟ هل جهد الإشارة اللي وصل الـ LNB موجود؟ 13.3. نشوف بقى الجهد هنا على الترانزستور دوك يا جماعة جاي ولا لأ. المفروض 23 دول أو 24 دول، 24 دولك هنا جايين 3.3، يكونوا موجودين هنا اهو كده على الطرف الأولاني من الترانزستور، موجودين هم يا جماعة. تاني طرف 18.7، التالت 17.4، 18.7 الوسطاني، والتاني 17.4. طبعا لو قسنا الفرق بينهم كده حوالي، تاني كده قيس تاني، 18.6، 18.17، يعني حوالي 1.3. شوف كده قنوات اللي عليه قنوات يعني اتقفلت من زمان، زي القناة كده نشوف اللي ايه، نشوف يا جماعة شوف الريموت بتاعه عشان اقدر ادخل القايمة. يا جماعة جبت الريموت دوك عشان ايه؟ ده المتعدد، هو بيشتغل اللي بتشتغل على 0.60. هشوف كده يا جماعة، هعمل حركة كده عشان ايه، ممكن تكون في لحامات مفكوكة ولا حاجة. هنسخن على اي سي الاشارة، انا ما عنديش هوت طبعا، معايا اهي دي الهوت بتاعي، دي زي ما احنا شايفين ولاعة سخان. هحاول ايه اسخن على بعض على الدايرة واللي حواليها، لان انا شايف الجهود سليمة. او كده، وكمان على الترانزستوراية بتاعت الاشارة دي ممكن تكون برضو فيها لحامات. هدخل برضو على ايه البروسيسور اهو كده. دي يا جماعة يعني مقام، يعني ممكن زي الهوت اللي ما عندوش هوت، بس طبعا يخلي باله عشان ما يحرقش الدنيا اهو كده. برضو على ال على مخرج الايه الجهد اللي موجود هنا على الجاك ده اللي طالع ال LNB. اهو يا جماعة كده نسخن برضو على دي، على الأجزاء اللي هي حوالين، ايوه كده.
يا جماعه كده نسيبها تبرد شويه ونجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو كده في سخونه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب كده طبعا. استخدام الولاعه دي بحرفنه شويه يا جماعه عشان ما نحرقش الدنيا، ما نسخنش اكتر من اللازم على الاجزاء اللي احنا بنشك بس فيها ان هي ممكن تكون مفوكه، اي سي الاشاره حوالين البروسيسور، ترانزستور الخاص به الاشاره اللي هو ده يا جماعه اهو، ممكن تكون في رجل مثلا مش موصله او حاجه. هنجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اشتغل بس يا رب يجيب اشاره. تمام الاشاره جت اهي يا جماعه الحمد لله. اهو كده انا هوريها لكم اهو. اهو يا جماعه كده اهو الحمد لله اشتغل اهو. وصل قطع وتجنيب القضية أي خلاف. وادي الإشارة اشتغلت. معلش الجاكيت فك. مستعربين متنكرين وبمركبة مدنية فلسطينية اختطفوا شابا لم تعرف هويته بعد عقب إيقافه وسط بلدة قباطية جنوب جنين ونقلوه إلى جهة مشغولة. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان من بلدات العيساوية. لسه هنفصل الصوت عشان أعرف أتكلم. أهو يا جماعة الصوت أهو جه ومية مية الإشارة. طبعا ده الرعشة اللي هي موجودة دي طبعا مش موجودة في الأصل يا جماعة، ده من التصوير. والحمد لله يا دوبة طبعا سخنا يا دوبة على الأي سي وعلى ترانزستور. سخنا يا جماعة على إيه؟ اهو دي دايرة الباور الرئيسية، دي دايرة الدايرة الرئيسية. سخنا على الترانزستور ده على اي سي الاشارة حوالي، وطبعا المقاومات واللي حواليها ممكن تكون مقاومة مفكوكة او سخنت وفكت. وسخنا برضه حوالين البروسيسور ده، ده البروسيسور اهي يا جماعة طبعا. وسخنا برضه اللي هو مخرج تشغيل ال ان بي اللي هو اللي بيوصل للطبق. وسخنا المنطقة دي كده، فطبعا لو في لحام بيشتغل وبيقصد بيلحم تاني. فالعمليه مجرد لحامات طبعا. اتاكد من الباور وخروجات الباور سليمه، والخروجات برضو اللي طالع ال ان بي سليمه، بس تقريبا في لحامات مفكوكه حوالين الاي سي ديت او الاي سي ذات نفسها. ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده لان ده عطل بسيط برضو يعني. الحمد لله اشتغل بحاجه بسيطه يعني، بمجرد التسخين على الاجزاء اللي هي ممكن تقطع الاشاره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.